الازهر ومعالي المستشار هلال بامن الدوله بالقاهره وفضيله الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخه العامه للطرق الصوفيه على مستوى المحافظات الشرقيه وكما حضر فضيله الشيخ محمد ابو شكر القارئ المعروف به وادي الملاك. اخوه الايمان ونحن في هذه الليله اشكر باسمكم ايضا الاخ العظيم الاستاذ سعيد سامي محروس والذي جاء يشاركنا في هذه الليله ويقدم عزاءه الى فضيله الشيخ عيد الشبكي واشكر كل القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. إخوة الإيمان كما بكل حضراتكم من داخل لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية إحدى مخازن الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي وواجب الضيافة المتنقل الأمراء إدارة الحاج محمد عطية بن زازيز والإدارة الكهربائية الحاج علي محمد علي بن زازيز. إخوة الإيمان يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء في هذه الليلة القرآنية والتي نشارك فيها الأسرة الكريمة وفضيلة الشيخ محمد شعيب الشبكي الفنان الشعبي المعروف بالإذاعة والتلفزيون العربي وكل من جاء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان من طبيعة النفس البشرية أن تحب لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وقلبا شاكرا وقد أرى خلفي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ذلكم العلم القرآني الكبير والقارئ المقيم من معالي مركز ميديا محافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.
الله
جميل جميل جميل. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بول بول بغرق بول بول. هذا يا رب. نعم نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كمان 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 كمان